الأخضر يسعى للتأهل للدور المقبل عبر شباك عمان. الاتحاد العربي لكرة القدم يقيم دورة تقنية حكم الفيديو المساعد. الجهاز الطبي بنادي الهلال يعطي البريك الضوء الأخضر للمشاركة في التمارين. نشرة رياضية من الإخبارية، أهلا بكم. يتطلع المنتخب السعودي الأول لمواصلة طريق انتصاراته في مواجهة المنتخب العماني مساء اليوم ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات لخليج 24. ويدخل الأخضر هذا اللقاء مطالبا بالفوز والدفاع عن حظوظه في التأهل عن المجموعة الثانية، حيث يكفي نظيره العماني التعادل للتأهل للدور المقبل. ويحتل منتخبنا المركز الثالث برصيد 3 نقاط متعادلا بالنقاط مع الكويت صاحبة المركز الثاني. يحاذر المدير الفني لنادي الهلال رازفان لوشيسكو الأربعاء المقبل ضمن برنامج التعليم المستمر أو المستمر الذي يقيمه الاتحاد السعودي لكرة القدم لتطوير المدربين الوطنيين بإشراف اللجنة الفنية بالاتحاد. وأشار الاتحاد إلى أن المحاضرة ستتناول العناصر الأساسية لبناء البرنامج التدريبي ومفاتيح الإجارة الفنية للمباريات. وكان الروماني قد توج مع فريقه الأزرق الأسبوع الماضي بلقب دوري أبطال آسيا بعد تفوقه على أوراوا الياباني في نهاية البطولة القارية. وأظهرت نتائج الفحوص الطبية التي أجراها مدافع نادي الهلال محمد البريك تحسنا على موضع إصابته في عضلة الساق التي تعرض لها نهاية مواجهة إياب نهائي دوري أبطال آسيا، ويستغرق برنامجه العلاجي والتأهيلي أسبوعا واحدا يبدأ بعده المشاركة في تدريبات الفريق. إلى لجنة الانضباط والأخلاق التي أصدرت في الاتحاد السعودي لكرة القدم عقوبة على نادي النصر بعد تأخر لاعبيه في النزول إلى أرضية الملعب في لقاء الوحدة الماضي لمدة 2 دقيقة بغرامة مالية قدرها أكثر من 33,000 ريال. كما أصدرت اللجنة عقوبة ب20,000 ريال على اللاعب عوض خميس بسبب غيابه عن منطقة المقابلات التلفزيونية في مباراة الوحدة والنصر. ولذات السبب غرمت اللجنة زميله البرازيلي مايتون بيريرا 20,000 ريال. وفرضت اللجنة غرامة على نادي الاتحاد ب10,000 ريال بعد تأخر الفريق في تسليم كشف اللاعبين المشاركين أمام الاتفاق لمدة 10 دقائق. فيما قررت اللجنة أيضا إيقاف محترف نادي الفتح ماتياس مبارتين وتغريمه 20,000 ريال بسبب ارتكابه سلوكا مشينا اتجاه لاعب أبها. بدأ الاتحاد العربي لكرة القدم مساء اليوم دورة تقنية حكم الفيديو المساعد فار، وذلك في معهد إعداد القادة في الرياض ضمن برامج تطوير الحكام الذي أقره مجلس إدارة الاتحاد. ويشارك في الدورة 30 حكما عربيا، وتتضمن محاضرات نظرية وتطبيقات عملية ميدانية، حيث يحاضر فيها مسؤولو تقنية الفار في الاتحاد الدولي مايك فان روست والمحاضر الدولي ديسير ديو، إضافة إلى خليل جلال مسؤول تقنية حكم الفيديو المساعد في الاتحاد العربي لكرة القدم. تدرس الهيئة العامة للترفيه إجراء حفل اعتزال للثنائي سعيد العويران لاعب الشباب والمنتخب السعودي السابق وزميله خالد مسعد لاعب الأهلي والمنتخب.
وذلك بتوجيه من رئيس هيئة الترفيه معالي المستشار تركي آل الشيخ، الذي أعلن في وقت سابق جاهزية الهيئة وتكفلها بإقامة حفل اعتزال لقائد الهلال محمد الشلهوب متى ما قرر اللاعب مغادرة الملعب. ودع قائد الهلال والمنتخب السعودي السابق ياسر القحطاني الملاعب وسط حضور جماهيري كبير تقدمه عددا من رؤساء النادي السابقين في لقاء أقيم على ملعب جامعة الملك سعود مساء الأمس. وكسب الهلال منافسة فريقه واي 20 بخمسة أهداف لأربعة في الفقرة الرئيسية للحفل، وشارك مع الهلال عددا من لاعبي الفريق السابقين يتقدمهم يوسف الثنيان وسامي الجابر محمد الدعيع، بينما شارك مع فريق ياسر عددا من النجوم العالميين. الله يقول لك نحبك يا ياسر، نتمنى لك التوفيق يا حبيبنا. والله يعطيه العافيه على الانجازات اللي انجزها وبيض الله وجهه، والحين ان شاء الله نتمنى له حياه سعيده بعد الاعتزال، والله يوفقكم جميعا. نقول الله يوفقك يا ابو عزوز وفي قادم الايام وافرحت الشعب السعودي والهلالي خاصه. كله ما قصر، قدم للهلال وللمنتخب شيء الكثير، يعني كنا نتمنى ناخذ دوري ابطال اسيا معه، لكن ما الله كتب والله يوفقه في حياته الجايه. أصبحت العلامة التجارية للاعبين أمرا واقعا في الوقت الحالي، حيث يبحث اللاعب حتى قبل مغادرته المستطيل الأخضر في تكوين علامة تجارية خاصة فيه. تدشين اللاعبين للعلامة التجارية هل لها منظور اقتصادي على المدى البعيد والاستمرار بعد مغادرة المستطيل الأخضر، أم أن الموضوع يدور على الاسم والشهرة أمام أنظار الجماهير دون التفكير فيما يحدث لاحقا من عواقب حول هذه الفكرة؟ وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور مقبل بن جعيد الإعلامي الرياضي والمستشار في الإدارة والتسويق. مساء الخير دكتور، هل السوق المحلي يستوعب استدامة العلامة التجارية؟ سبق إن سواها سامي الجابر ومحمد نور ونواف التميات، لكن ما حد نجح فيها، كيف راح يحافظ ياسر أو كيف على ياسر يحافظ على هذه العلامة؟ الله يمسيك بالنور. طبعا العلامة التجارية في أكثر من لاعب سعودي، يعني سواء علامة أو اسم تجاري، وإحنا لازم نعرف أن العلامة التجارية هي 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 منظومة، أو خلينا نقول لك عدة عوامل تتكون منها العلامة التجارية. اللاعب نفسه، مستوى اللاعب، تاريخ اللاعب، سيرة اللاعب، جمهور اللاعب أو جماهيرية اللاعب، متابعينه. العلامة التجارية اللي سواها ياسر الآن هي حقيقة تعطي مؤشر أنه مدروسة شوي، لأنه حتى الفريق اللي كون تحت هالعلامة واضح أنه راح يكون امتداد، وإذا ما شارك الفريق في مشاركات خيرية، مشاركات مجتمعية مستقبلا، ونظم بطولات أو خلينا نقول مباريات يعود ريعها على الأنشطة المجتمعية الأخرى، كمحاربة الفقر، محاربة السمنة، في بعض الأنشطة اللي احنا من وقت إلى آخر نسمعها ونشوفها. فأنا قاعد أقرأ إنه في امتداد للموضوع، إلى الآن ما زال في البداية. الأمانة خلينا نقول لك اللعيبة السابقين اللي مثلا حطوا علامات تجاريه زي محمد نور وسامي الجابر ونواف تبياط وحتى فهد المولد الان، ما كانت يعني الفكره مكتمله للامانه. اللاعب حقيقه يعني عاش على تاريخ وعلى ارث وعلى جماهيريه وسوى له العلامه التجاريه ودخل المجال، ولكن ما في استمراريه لانه ما هي مدروسه. هذه لابد يكون لها استراتيجيه متكامله من 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 يعني من من حتى الامور اللي تتعلق قبل ما تعتزل كلاعب، مثل ما نشوف في انجلترا بيكهام والعلامه التجاريه اللي هو في عطور حتى باسم بيكهام، كريستيانو رونالدو وعلى ذلك قس. نعم، طيب دكتور، هل العلامه هذه ممكن تعتبر استغلال للشهره او برستيج؟ لا، هي ما هي استغلال، هي استثمار. خليني اقول لك يعني راس المال لاي لاعب انه عندك جماهيريه وعندك ارقام
تخدمك لما تقدم للجماهير منتجات، تقدم لهم أشياء تلبي احتياجاتهم. فأنا أقول مثلاً ياسر الآن واي 20 حتى أتوقع أنه وقع اتفاقيات مع نظارات أو شيء ماركة معينة، ووقع مع أكثر من براند، مما يعطي إيحاء أنه في استراتيجية للموضوع. إذا كان في استراتيجية واضحة للمواضيع هذه راح يكون في استمرارية وراح تستمر. الآن بيكهام العلامة التجارية اللي تخص بيكهام الآن يعني قيمتها تتجاوز تقريبا 330 مليون باوند، يعني كقيمة للعلامة التجارية الخاصة بكم. نعم. يعني هذا رقم مو سهل ترى. نعم، يعطيك العافية دكتور. كان معي الدكتور مجبل بن جعيد، الإعلامي الرياضي والمستشار في الإدارة والتسويق. توج القطري أكرم عفيف لاعب السد بجائزة أفضل لاعب في قارة آسيا لعام 2019، وذلك في حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي أقيم في هونغ كونغ. وتسلم الجائزة نيابة عن عفيف المدير الفني للسد الإسباني تشافي هرنانديز، نظرا لانشغال النجم القطري بالمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة خليجي 24 المقامة حاليا في الدوحة. نشرتنا مستمرة وفيها بعد هذا الفاصل. الكرة الذهبية منحصرة بين ليونيل ميسي وفان دايك. أهلا بكم من جديد. بعد نهاية الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بات ليفربول متصدرا على عرش الدوري بعيدا عن منافسه الشرس مانشستر سيتي ب 11 نقطة، فيما شهدت الجولة عودة توتنهام مع المدرب العائد للأضواء جوزيه مورينيو. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي، نتابع. في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليفربول يواصل قبضته الحديدية على أعلى قمة الدوري بانتصار على ضيفه برايتون بهدفين سجلهما مدافعه الهولندي فان دايك. انتصار عمق به الفارق إلى 11 نقطة مع بطل النسختين السابقتين مان سيتي، الذي عجز عن تحقيق الفوز على فريق نيوكاسل يونايتد واكتفى بتعادل مر لا يعكس إمكانيات الفريق. لم نستطع التسجيل في المباراة الأخيرة، قدمنا كل شيء على كافة خطوط الفريق ولم يحالفنا الحظ، على الرغم من أنه في نفس المواجهة من الموسم الماضي لعبنا أقل من مستوانا مقارنة مع هذا الموسم. النجم الصاعد لأضواء البريمير ليج من بوابة توتنهام البرتغالي جوزيه مورينيو قد حقق المطلوب وانتصر على ضيفه فريق بورمنث، ويبدو أن المدرب الأميز أوروبيا أعاد لتوتنهام هيبته التي افتقدها منذ بداية الموسم بفضل لعبه على المستوى الذهني. عندما أتيت للفريق كنا على بعد 12 نقطة عن آخر مركز لدوري الأبطال، ومع ذلك لم أعطي لهذا الأمر أي اهتمام، فقط أريد أن نلعب المباريات ولا أريد للفريق أن يشعر بالضغط لأننا سنكون في أوروبا الموسم المقبل. فريق مانشستر يونايتد فقد هيبته وانقاد إلى تعادل مذل أمام أنصاره ضد فريق أستون فيلا المتواضع، حيث قدم الفريق أسوأ مباراة له هذا الموسم، نتيجة وضعت مستقبل مدربه سولشاير في الميزان، خاصة بعد مطالبة أنصار الشياطين الحمر بإقالته. وقبل مانشستر يونايتد تتصارع أربعة أندية، منها الصاعد شيفيلد يونايتد برصيد 20 و19 نقطة، وذلك للبقاء خلف المراكز الأربعة على أمل أن تأتي المفاجآت بالأمنيات في قادم الأيام. بدر العزمي، الإخبارية، لندن.
تتجه أنظار عشاق وجماهير كرة القدم للعاصمة الفرنسية باريس مساء اليوم لمتابعة حفل جوائز الكرة الذهبية الخاصة بمجلة فرانس فوتبول لاختيار أفضل لاعب في العالم. وتشير التقارير الصحفية إلى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسبانية اعتبر المرشح الأقوى للفوز بالجائزة لهذا العام بعد تتويجه بجائزة الأفضل الخاصة بالفيفا، ويزاحمه الهولندي فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي. وانفصلت جائزة الكرة الذهبية عن الاتحاد الدولي لكرة القدم منذ عام 2016 حيث أصبحت كل جائزة على حدة. للحديث أكثر عن هذه الجائزة ينضم معنا من القاهرة المحلل الرياضي آسر حسين. أستاذ آسر مساء الخير، في البداية حتى الآن هل هناك ملامح واضحة أو تسريبات تتعلق بالفائز بالكرة الذهبية لهذه المرة؟ خليني أبدأ مع حضرتك زميلتي العزيزة، برحب بيكي وبرحب بيكي في قناتك المحترمة. باسكيل فيري وتيري مارشان دول رؤساء تحرير مجلة فرانس فوتبول المانحة للجائزة، تواجدوا في برشلونة وفي أسبانيا في يوم 26 نوفمبر عشان يقابلوا ليونيل ميسي ويقولوا له إنه هو المرشح الرئيسي للجائزة. ده بروتوكول بيحصل لما يكون انحصرت الترشيحات ما بين ثلاث لعيبة أو اثنين لعيبة عشان نجومية اللعيبة دي ما يقدروش إنه يسيبوا ارتباطاتهم الدولية وكمان مع الفرق اللي بيلعبوا فيها ويروحوا. مثلا لما كنا بنشوف كريستيانو رونالدو وميسي مرشحين الاثنين وواحد معروف خلاص إنه الأصوات ليه وهياخدها، كانوا بيقولوا للاعب الثاني إنه مش هو اللي هياخدها. ففي الحالة دي بنعتقد إن ميسي الأقرب. ده ردا على سؤال حضرتك. نعم، بعد فصل الجائزة عن الفيفا كيف يرتب المراقبين والإعلاميين الجائزتين من حيث الأولى والثانية؟ والله يعني أنا بعتقد إن التنسيق اللي حصل من زمان ما بين منح الجائزة من فرانس فوتبول ما بين إنه في بداية العام في جائزة فيفا الأحسن لاعب هي بتبقى بأشبه إحنا كمحللين كرة وكناس بنتابع كرة القدم إنه في الأغلب بنسبة 99% أو 9 من 10 كمان إنه اللي بياخد جائزة أحسن لاعب في الفيفا بداية العام هو اللي بياخد البالون دور اللي هي جائزة فرانس فوتبول اللي هي أفضل لاعب في العالم المعترف بها أكتر من جائزة الفيفا. ففي بداية العام في 2019 خدها ميسي الممنوحة من الفيفا، ودلوقتي إحنا قدام ميسي. الشاهد بس زميلتي العزيزة إن إحنا ما بنتكلمش على حدث غريب، يعني يمكن طالع في البوليتن في الأخبار إنه ميسي الأقرب للبالون دور، بنتكلم عن واحد فاز بالجائزة 5 مرات منصفة مع كريستيانو رونالدو، بنتكلم إن آخر واحد فاز بالجائزة بره الهيمنة بتاعة كريستيانو رونالدو وميسي كان 2007 كان ريكاردو كاكا البرازيلي. إحنا بنتكلم على 12 عام من سيطرة تامة على الجائزة من ميسي ورونالدو. نعم، المحلل الرياضي آسر حسين كنت معي من القاهرة، جزيل الشكر لك. واصل نادي برشلونة تزعمه لمقدمة الترتيب وذلك بعد فوزه على مضيفه أتلتيكو مدريد ضمن الجولة 15 من منافسات الدوري الإسباني، في حين تراجع أتلتيكو إلى المركز السادس. نتابع. أسدل الستار على مواجهات الجولة 15 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم بفوز برشلونة على أتلتيكو مدريد بهدف قاتل من توقيع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في اللحظات الأخيرة من المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب واندا متروبوليتانو. أتلتيكو مدريد يمتلك تشكيلة جيدة، خطوط الدفاع والمنتصف قوية، ولكن الهجوم يحتاج لقناص يستغل الفرص الضائعة أمام مرمى الخصم. أعتقد أن المنافسة قوية هذا الموسم، والدليل على ذلك هو ما نشهده في الصراع على مقدمة الترتيب حيث تفصل نقطة واحدة بين المركز الأول والمركز الثاني. الصحافة الإسبانية تساءلت عن سبب عجز أتلتيكو مدريد في الوصول لمرمى برشلونة رغم المباراة المتميزة التي قدمتها تشكيلة تشولو سيميوني، حيث أكدت يومية ماركا أن معضلة الروخي بلانكوس في الخط الهجومي أصبحت تشكل أكبر هاجس للنادي المدريدي. أما يومية موندو ديبورتيفو فقد نوهت بما اعتبرته الهدف الذهبي للنجم ليونيل ميسي الذي مكن فريقه من الحفاظ على صدارة الترتيب متفوقا على ريال مدريد بفارق الأهداف. أعتقد أن نادي إشبيلية فاجأ الكثيرين هذا الموسم، فقد تمكن من إثبات قوته رغم شدة المنافسة بين جميع الأندية.
أما نادي إشبيليا فقد اغتنم تعثر أتلتيكو مدريد لينفرد بالمركز الثالث في الترتيب بثلاثين نقطة، وذلك بعد فوزه على نادي ليغانيس بهدف نظيف، ليواصل النادي الأندلسي مسيرته المتميزة هذا الموسم. هزيمة قاسية تلقاها أتلتيكو مدريد في مواجهته أمام برشلونة هنا في قلعة الواندا ميتروبوليتانو لتراجع للمركز السادس في الترتيب. حميد بلحسن، الإخبارية، مدريد. إلى العناوين. الأخضر يسعى للتأهل للدور المقبل عبر شباك عمان. الاتحاد العربي لكرة القدم يقيم دورة تقنية حكم الفيديو المساعد. الجهاز الطبي بنادي الهلال يعطي البريك الضوء الأخضر. نهاية أخبار الرياضة وموعد يتجدد معكم في نشرة التاسعة. في أمان الله.